السلام عليكم، صباحكم الله بالخير. اعتقد نبلش الحين، راح تصير الساعة 8 الحين. الله يعطيكم العافية. اليوم احنا بالمحاضرة رقم 10 عندنا، وهي المحاضرة اللي اخر محاضرة. ان شاء الله الاسبوع القادم راح يكون عندنا مراجعة، وبعدها الامتحانات الفاينل راح تكون عندكم ان شاء الله. هذا المنبه يقول الساعة 8 الله يعطيكم ألف عافية. الكل موجود، يا ريت لو تفتحون المايكات وتكونون معانا بالمشاركة. وهذا أوكي. انزين، وين وصلنا إحنا المحاضرة اللي فاتت بنات؟ خل نراجع مع بعض شوية. ميخاطر السموحة بس شوية منشول. وين وصلنا بنات؟ صباح الخير، موجودين معاي؟ اخونا اخر شابتر من الزمان. ايه الاء موجوده؟ احنا ايه تمام. اماني بدور موجودين؟ ايه موجوده. ايه تمام. جمانه خديجه موجوده؟ تمام. خلكم معاي، لا تسكروا المايكات. روان زينب موجودين؟ تمام. سلوى وليلى موجودين؟ تمام. ميديا ومريم حسين موجودين؟ موجودة. مريم عبد العزيز منال موجودين؟ موجودة. منيرة ونوف موجودين؟ موجودة. اوكي تمام. انزين، نرد مرة ثانية حق هذا. فاحنا وصلنا معاكم حق موضوع اللي هو الترانسفير فانكشن حق الدائرة، وبحالة ان كانت قيمة الانيشل ما هي صفر، كانت خذينا مرة على أنها صفر وحلينا عليها، وخذينا على أنها حالة ما تكون صفر وخذينا بعض التمارين عليها. إنزين، كان في عندكم مثل مسألة تبي تحلونها بالبيت صح؟ شنو هي المسألة؟ كانت في أحد حلها؟ يعني أنا أمس كنت واصلت معي جمانة كانت عندها بعض الأسئلة، في أحد غير جمانة حاول يحلها؟ انا الحين سالت سؤال، يعني انتم مستكثرين انكم بس تقولون ايه ولا لا؟ ما حلتوها. انزين، في احد جمانه موجوده ولا مو موجوده؟ جمانه موجوده. ها جمانه، حلتيها المساله ولا ما حلتيها؟ وصلتي على حسب الملاحظات اللي اعطيتك اياها امس؟ حلت. تمام. انزين، خلينا نطالع شنو المساله احنا ونحلها مع بعض ونشوف هذا. جمانة بس خليك معاي عشان انا ما اتذكر شنو كانت المسألة. كانت عبارة عن تو لوب، عدل؟ قولي لي، اللوب الاولى اللي على اليسار فيها بطارية، عدل؟ الموجب فوق ولا تحت؟ الموجب فوق. قولي لي اذا في مقاومة ولا ما في مقاومة؟ في مقاومة هني؟ جمانة معنا ولا مو معنا؟ يقولي لي في مقاومة هني فوق؟ ما في. بالنص بين التولوب في مقاومة ولا في شنو؟ مقاومة. كم قيمتها؟ أربعة. أربعة أوم. في هني مقاومة، في شيء؟ في مقاومة عشرة. عشرة أوم. والفي أوت هني، الفي أوت موجب ولا سالب اليمين؟ في اوت. كم قيمه البطاريه؟ 10 فولت. انزين، الدائره الثانيه في هني شيء فوق؟ اثنين. شنو؟ ملف 8 هنري، مو 8 هرتز، 8 هنري. اوكي، في شيء هني؟ بس بطاريه فيه؟ موجب ولا سالب فوق؟ موجب 7 فولت. في شيء هني تحت؟ 4 فولت. في شيء تحت؟ زين، كم الاي انيشل؟ 2 امبير.
بس خلينا نطلع وين الازعاج هذا صاير. يعني الازعاج موجود يا عند اماني يا اماني عندك شوي سكري اماني المايك عندك خلينا نشوف. لا مو اماني مو اماني في وحده جمانه انت عندك المشكله سكري المايك جمانه. اوكي جمانه عندك صوت وايد ازعاج عندك. اوكي انزين خلكم الثانيين. يعني انا لما اشوف علامه المايك مسكر معناه ان احس ان الموجود مو يعني قدامي مو اكتف نهائيا مو اكتف. هذا كله قاعد يتسجل زين عشان وقت الدرجات احنا نبرد ذمه ان شاء الله. انزين هذه الحين المساله بنات عندنا نبي نحلها. اول ما نحلها ايش راح نسوي يا بنات؟ يلا يعني اليوم فرصتكم الاخيره تقنعوني ان انتو اعطيكم فول مارك بالشفوي. اليوم هاي الفرصه الاخيره اليوم. طريقه الرسم يعني طبعا ولاحظوا ان ما زال نفس الاشخاص اللي دائما يشاركون معاي هم اللي قاعد يشاركون. وفي ناس صمون بكمون صمون بكمون لا تزعلون اذا بالدرجات صارت نازله. يلا الحين اول خطوه قلنا نسويها هي اعاده رسم الدائره بالقيم اللي موجوده في الاس دومين. طبعا مثل ما نشوف احنا ندري ان عندي انا تو لوب هذه اللوب الاولى. وبنات لما هي افترض وين اتجاه التيار حق اللوب قلنا دائما نفترض انه هو مع عقارب الساعه تمام. فهذا الاي 1 الاي 2 ايضا نفس الاتجاه ما يصير العكس. في ناس تسوي العكس. هذا الاي 2 زين ندري ان في لوب 1 ما في شيء راح يتغير. لوب 1 ما في شيء يتغير ليش؟ لان اللوب 1 كل اللي فيه عباره عن ريزيسترات وهذا بطاريات فهذا امر عادي جدا عادي. التغيير وين يصير يا بنات؟ اكثر شيء يصير في بالملف والكباستر. الملف والكباستر هو اللي يصير فيه التعديلات. التعديلات راح احطها باللون الاخضر. اول شغله الملف لما هي تعامل معه عندي شغلتين لازم اعرف اطلع الاكس ال واطلع قيمه الفولت ماله الفولت انيشال. انزين الاكس ال سهله قلنا هي عباره عن اس ال والفولت حسب اللي موجود هني عندي كاهو اعطيناكم اياها امس حسب الفولت هو عباره عن ال الاي او تمام. وقلنا اتجاهه مع اتجاه التيار. يعني شنو اتجاه مع التيار؟ يعني الحبيب معه يعني هذا التيار الفولت مال البطاريه مالته مع التيار. انزين تعال نعيد الحين الرسم مره ثانيه. يعني هذه الدائره الجزء الاول منها نفس ما هو ما راح يتغير شيء. هذا 10 اوم وهذا 4 اوم وهذا الفي اوت. هني حق اللي هني عباره عن 8 اس وعندي هني بطاريه. البطاريه هذه يا بنات مالت الفولت سوري مالت الملف وين الموجب وين السالب؟ هذه النقطه المهمه. احنا شنو قلنا هني؟ شنو قلنا هني؟ قلنا السالب والموجب هو ماشي مع التيار اللي كان اساسا ماشي داخل الملف. انزين هذا الملف شلون كان ماشي في التيار؟ من اليسار لليمين واليمين لليسار. شوفوا من اليسار لليمين. اذا وين راح يكون السالب؟ وهني الموجب. كم قيمته راح تكون؟ قيمتك 8 ضرب 2 16 فولت تمام؟ سهلة؟ زين ونرد نقول هذا الاي 1 وهذا الاي 2 والحين نبلش مثل ما كنا نشتغل في شابتر 2. اوكي يلا بلشوا معنا. اول شغله انا ايش بطلع بنات؟ شو اللي بوجده انا
الإجابة في أوت. إنزين في أحد يقدر يقول لنا الفي أوت شنو يساوي؟ التيار ضرب الريزستر. إذن الريزستر كم قيمته اللي راح تنضرب فيها؟ 10. إذن أي آي؟ آي ون ولا آي تو؟ آي ون. هذه معادلة رقم واحد، هذه راح نحتاجها تالي بعد يمكن بعد 5 دقائق 6 دقائق راح نحتاجها. إنزين أدري أنا بما أن عندي أنا تو لوب، إذا لازم يكون عندي معادلتين لوب 1 ولوب 2. لوب 1 ببلش يلا غير أماني، من تبلش معنا؟ سالب 10. في ناس لحد الحين اتغلط وما تعرف ليش سالب 10 بالضبط، لأن احنا بلشنا من تحت عن إذنكم. بس لأن بلشنا من سالب. انزين بعدها راح نطلع من هنا، وين نروح؟ زائد 4 موجب موجب 4 اي 1 وبنفس الوقت سالب 4 اي 2 بعدين زائد 10 بعدين زائد 10 اي 1 وكذي وصلنا حق نقطه البدايه يساوي 0. نعدل الشكل شوي، نعدل الشكل شوية، الأربعة هني ومعاها 10 صح ولا مو صح؟ مو نفس الشيء؟ يصير 14 آي 1، وهذه مسكينة قاعدة بروحها، هذه آي 2. العشرة احذفيها الجهة الثانية تصير 10. هذه المعادلة مالت اللوب الأولى. انزين تعال نشوف اللوب الثانية، ببلش من هني. زين سؤال، في مشكلة أبلش من هني ولا أبلش من هني ولا من هني ولا من هني؟ أي مكان تبونه، بس إذا وصلتي له مرة ثانية تقولين المعادلة تساوي 0، بس هذه الفكرة. ببلش من هني يلا. أول شيء شنو أشوف؟ سالب 16. وبعدين شو أشوف؟ عشان كذي يا بنات لو غلطتي هني بالإشارات المعادلة غلط والحل غلط، صح ولا مو صح؟ هتفرق معاك. انزين وبعدين راح يجي على منو؟ كم انا قاعد امشي كذي؟ لا لا، زائد 4 اي 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 2 ناقص 4 اي 1 تمام. طبعا من الشغلات اللي انا اكتشفتها بالهومورك اللي حليته واعطيتكم فيه يعني درجه، مع ان انتم كان حلكم غلط، في ناس كانت تقول 16 ضرب اي و4 ضرب اي، كل شيء قاعد يضربونه باي. بنات احنا الفولت ما نضربه، لان احنا اساسا قاعدين نجمع الفولت، احنا نضرب الريزستر بقيمه التيار عشان يطلع لنا فولت، لان قانون اوم يقول الريزستر لو ضربته بالاي يعطيني فولت، انا قاعد اجمع فولتات. زين هذه فولت جاهزه، ليش اضربها في اي؟ فدير بالكم من النقطة هذه. زين خلصنا من هني، أمر على منو؟ موجب 8 S مضروبة في شنو؟ I2. وصلنا حق نقطة البداية 0. انزين أعدل الشكل شوي أكثر. دائما أول شيء أمشي نفس الترتيب اللي هني، أول شيء I1 بعدين I2. I1 عندها ربع ولا بروحها؟ يلا هذه 4 اي 1 خلصناها. زين اي 2 عندها ربع؟ هي عندها ربع، منو هذه؟ اوكي يلا زائد واقول 8 اس زائد 4 اي 2 هاي خلصناها. انزين سالب 16 و 4 كم يطلع؟ سالب 12. احذفيها الجهه الثانيه، موجب هذه المعادلة
الثانية. تمام ولا مو تمام؟ زين ايش راح نسوي الحين؟ احنا منو نبي؟ نبي اي 1 ولا اي 2 يا بنات؟ نبي اي 1. ليش نبي اي 1؟ لان نبي هني. انا لو طلع الاي 1 هني خلاص تكيت ارتحت انا. زين شلون اطلع الحل؟ معادلة بطل نسميه طبعا. هذا 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 بالكويت يقول معادلة بطل معادلة. باكر لما تكملين هندسة ما تقولين بطل معادلة، الدكتور يحذفك يحذفك باليمه. نسميها سبتيتيوشن اماني. ها شو نسميها؟ سبتيتيوشن. سب سبتيتيوشن اي سبتيتيوشن. معادلة بطل معادلة. لا تفضحينا. ها سبتيتيوشن. انا اسف. سبتيتيوشن شو اسمها؟ سبتيتيوشن شو اسمها؟ ايوه سبتيتيوشن. ما راح اتكلم معاكم الا كلام علمي عشان تفضحونا انتوا باكر برا. زين يلا عشان نسوي سبتيتيوشن دائما اشوف انا الاسهل او خلينا نقول الابسط عندي في الموضوع هذا. زين خلنا اوريكم انا مثلا جمانة امس لما حلت شنو سوت؟ قالت المعادله الاولى هذه، المعادلة الأولى هذه فيها عامل مشترك. لا مو أربعة، على اثنين. على اثنين. أنا لو على قسمها على اثنين يصير عندي هنا سبعة آي ون ناقص اثنين آي تو يساوي خمسة. صح ولا مو صح؟ وبالضبط المعادلة الثانية تقسمها على أربعة فيصير عندي سالب آي ون زائد هني لما قسم على أربعة بنات يدش داخل القوس يدش حق الاثنين فيصير عندي اثنين اس زائد واحد اي تو يساوي وهم قسم الإجابة على أربعة فيصير ثلاثة. زين تعالوا الحين حق الأولى نبني احنا بنات بالنهاية نبي اي ون. إذن أول شيء لازم أطلع اي تو. إن إذا طلعت الاي تو طلعنا الاي ون. من هني من هالمعادلة هذه أقدر أقول إن سبعة آي ون بودي الآي تو الجهة الثانية. شو يصير؟ اثنين آي تو موجب، والخمسة بوديها هني شو يصير؟ صح ولا مو صح؟ إنزين بي أقول آي تو بقص الاثنين هذه مضروبة صح؟ تروح الجهة الثانية بصير قسمة. تصير ولا ما تصير؟ تصير عادي. زين هذا هذا الآي تو. زين الآي تو هذا شو أسوي فيه؟ أروح أدخله as a substitution داخل معادلة آي ون. أيوة. زين تعال نشوف شلون راح أدخله. أول شيء سالب آي ون سالب آي ون خله مثل ما هو، زائد زائد اثنين اس زائد واحد مثل ما هو. الاي تو لا راح اقول هني سبعة اي وان ناقص خمسة على اثنين يساوي ثلاثة. صح ولا مو صح بنات؟ هني لازم تديرون بالكم ما تغلطون بالرياضيات، حاولوا قدر الامكان. انزين دائما هني بالحاله هذه اذا شفت انا اقواس افك الاقواس اريح بالي. يلا بكتبها الحين المعادله هذه بكتبها هني عشان تصير كبيره. سالب اي 1 مثل ما هي. زين الحين ايش راح اسوي بنات؟ راح اضرب الاثنين اس هني مره ومره هني، وبعدين راح اضرب الواحد مره هني ومره هني. ولا تنسون ان في هني على اثنين. ها لا تنسون ان في على اثنين، يعني هذه القوس كان يصير سبعة اي ون على اثنين ناقص خمسة على اثنين. صح ولا مو صح؟ انزين يلا اول شيء بلس اثنين اس ضرب سبعة اي ون على اثنين. صح ولا مو صح؟ خلوا اختصارات اخر شيء، واثنين اس
راح أضربها في سالب 5. عدل معدل؟ فيصير سالب 2 S 5 على 2. والحين الواحد واحد مع يصير موجب، يصير 7 I 1 على 2. واضرب هني فيصير سالب 5 على 2. كله يساوي 3. انزين شاطر انا بالرياضيات. 2 مع 2 راح تطير ولا انا غلطان؟ و2 مع 2 تطير صح؟ انزين شو راح يظل معي؟ راح يظل معي سالب اي 1 زائد 7 اس اي 1 ناقص 5 اس زائد 7 تقسيم 2 3.5. 3.5 اي 1 ناقص 2.5 يساوي 3. صح ولا مو صح؟ زين يلا عدل شويه. اثنين ونص شو تو فقر الجهه الثانيه يصير 3 زائد 2.5 صح؟ انزين السالب 5 اس هذه فيها اي 1 ما فيها اي 1 اذا تعتبر رقم احذف فيها الجهه الثانيه 5 اس خلصناها. الباجي كلهم فيهم اي؟ اي كلهم فيهم اي. حلو زين هني سالب 1 صح وهني 3.5 ينجمعون ولا ما ينجمعون؟ كم يصير عندك؟ 2.5 زين فيصير معاي عندي هني 7 اس اي 1 زائد 2.5 اي 1 وهني لا تنسوا راح يطلع معاي 5 اس زائد 5.5 اخذ عامل مشترك هني اي 1 يصير معاي 7 اس زائد 2.5. بنات معاي احس فجأة سكتوا يعني كنكم خلاص طن كلها رياضيات يعني حياتنا كلها رياضيات اساسا يعني تمام. اخر شيء راح نقول ان الاي 1 تساوي 5 اس زائد 5.5 على 7 اس زائد 2.5. خلصنا كذي حلو ولا بعدنا؟ تو الناس احنا هذا اللي نبيه الفي اوت. في اوت يساوي هذا كله ضرب 10 يعني نقول 10 ضرب 5 اس زائد 5.5 على 7 اس زائد 2.5 ايش راح يصير؟ 50 اس زائد 55 على 7 اس زائد 2.5 في اوت. وكفى الله المؤمنين شر منه القتال. خلصنا واضح. انزين امس انا حضرت دوره شلون حق الامتحانات مال الامتحانات بنات. امس كل اللي قاعدين حتى كان معانا واحد من شركه مايكروسوفت مال شركه مال برنامج تيمز. أول شغلة سألتهم قلت لهم عندي مشكلة مع الطالبات لما يعني أعطيهم الكوزات إذا في صور ما صور مو كلهم قاعد يطلع معاهم. مباشرة قال لي تليفونات؟ قلت لهم إيه تليفونات. قال وماك؟ قلت لهم إيه وماك. قال إحنا قاعدين نشتغل على الموضوع هذا ولكن نبههم إنه بالفاينل خليه يمتحنون بكمبيوترات ويندوز. شنو باللاب يعني؟ شنو باللاب يعني؟ لابتوب يعني. شنو نوعه؟ عندك برنامج؟ في برنامج يا بنات في برنامج مو يعني تنزلينه مرة واحدة بس بالحياة
يسمونه فلاش، فلاش ميديا. فلاش ميديا هذا على أساس أن أنت لما تدشين أي موقع محتاج بعض الشغلات اللي لها علاقة بالفلاش يشغله، برنامج مساند يسمونه. إذا أنت مو منزلته أساساً هذا مو بس عندي راح تواجهين مشكلة، راح تواجهين مشكلة حتى في بعض المواقع أنه ما تطلع لك صور أساساً. وهذا المفروض أن هذا تصير مشكلة بالكمبيوترات اللي أول مرة تفتحونها وأنتم مو مضبطينها. بس هذا المفروض شيء زين. فلما جينا قعدنا شلون بالنسبة حق المسائل اللي مثل المسائل هذه، مسائل رياضية كبيرة وفيها حل، وهذا طلع كثير من عند مثل التكنولوجيا واللي موجودين يعني بشغلات الهندسية شو يسوون؟ السؤال ينحط بفورمز نفس ما أنتوا تحلون هذا، وش تسوون؟ وأثناء ما أنتوا تحلون تحلون شيء على ورقة بيضة تصورينها وتسوي لها أبلود. نفس الواجب؟ لا، بالواجب إحنا حطيناه على وورد، هذا مو وورد، هذا نفسه برنامج فورم، برنامج فورم اللي كنا نسوي فيه كوزات. نفسه السؤال نفسه تضغطين انت في زر، انا راح اوريكم اياه، احاول اوريكم اياه، تضغطين انت على زر، الزر هذا يقول شنو تبي ترفعين حق لدرسك، صوره وورد اللي انت تبينه. فممكن انت تحطينه على وورد ومن وورد ترفعينه، ممكن تصورينه وترفعين صوره. فانا شو يطلع عندي؟ يطلع مثلا ان مثلا الاء او جمانه او نوف او ايا كان السؤال هذا حلها، حاطت لي ملف مرفق، افتح الملف اطالع صوره وورد ايا كان. شلون صوره باللابتوب؟ شلون صوره باللابتوب؟ ليش طريقتين، يا انت تصورينها بتليفونك وتدزينها حق نفسك بالكمبيوتر، يا انه يكون عندك كاميرا مثل انا عندي ويب كاميرا مثل هذه الكاميرا اي واصور. طبعا تليفون انتم مع لازم تتعلمون، لازم تتعلمون، ما في نظام انا هذا، لا لازم تتعلمون، هذه ظروف استثنائيه. يعني اعتقد الهوموورك يعني عادي كان ارفاق صوره بالويندوز عادي، بس الحين شلون اللي لو شو ما تتعلمون بنات، لا يحوشكم نظام، لا ما نبي نتعلم، ما نبي هذا، تتعلمون انتم قبل، يمكن قبل في منكم اول مره يمسكون كمبيوتر بحياتهم، كان فرصه هذه انكم تتعلمون. الإنسان ما يتعلم إلا عن طريق شوي خلينا نقول الظروف تكون شوية قاسية. فهذه راح أعلمكم نهاية المحاضرة، راح أعلمكم شلون تسوون الشغلة هذه. أوكي؟ إنزين، في أي سؤال على الحل؟ مهندس، هلا هلا. محاضرة أمس ما لقيتها مسجلة، لقيت البنات صدق؟ إيه ما لقيتها. ما أدري عاد، أنا المشكلة عندي هني وايد محاضرة. ما أدري أيه وين. أنا المشكلة ساعات كثرة المحاضرات خاصة ما يوم الأحد، لأن يوم الأحد عندي ما شاء الله أربع محاضرات ورا بعض فأدوخ ساعات. هذه لا، هذه شباب معناه مو أنتم. هذه لا، هذا هذا الديجيتال. لا لا، هذه شنو؟ إيه هذه اللي إيه هذه صح، هذا قاعد يزف على اني وايد صح، شنو زفت وايد فيها عشان جيب ما حطيتها صدق يعني انا والله شني خفت، يعني قلت اخاف احطها، شني زفت احد وخاف يزعل شيء، اكيد كنت مسكر تسجيل لما زفت، يعني اذا فيها زف لا لازم اقعد اسوي امنتجها واشيل الصوت واحط هذا، فخل هذه خلوها، خلوني اشيك عليها ما فيها شيء وبعدين ارفعها. فطولوا، راح اطول شويه معاها، انا لازم اسمعها مره ثانيه واشيل الاصوات واشيل بعض الشغلات اللي ما تعجبني. اوكي إيه، لا تنرفزوني عشان لا اعصب، عشان لا يصير كذي غلط. اوكي زين، في اي سؤال على هالنوع؟ بنات كم مره حليت مساله كذي؟ شنو معناه؟ مهمة يعني؟ سبحان الله، تقرون الأفكار اللي عندي. في أي سؤال؟
انا اصور لك الحل مو انت تصورين. اصوره واحط لك اياه في التيمز بعد. واصور لك اياه كذي بعد كورب تبين كذي اصور لك اياه. كذي احسن. سيف آز نسميه شو نسميه S165 كم رقم شعبتكم انتو 165 لا هذا رقم المادة جزاك الله خير 2016 بارت 1 إذا أنتوا ليش ما تدشون على محاضرات البنين ترى وايد ساعات في أمثلة ثانية غير أمثلتكم. فساعات هذا بس هم ما شاء الله أنا أقول أكون صريح معاكم أنتوا فيكم مجموعة كبيرة شطار صح هم كلهم شطار يعني هم سبعة شوية بس سبعة كلهم شطار يعني ما شاء الله عليهم لحد هذه اللحظة ولا واحد فيهم نقص شيء. لا كوزات ولا هوم وركات يعني مسوي لي المشكلة ان احتمال كلهم يكون درجاتهم نفس الشيء. الحل الجزء الثاني هذا هنصوره شنو كلهم ايه ما يصير كلهم ايه هذا معنى هذا على فكرة ترى قاعد يخربون عليكم ليش لان انا وقت ما احط الامتحان اقول هذول لازم السبعة لازم يعني ها لازم افرق بينهم فازيد بنوعيه الاسئله ما لا راح احط مع كسلان انا راح احط امتحان واحد ما لي خلق تمام وين راحت هذه؟ يا لا حلو القوت لا لا اوكي S165 كم رقم شعبتكم قلتوا لي 2016 بارت 2 اوكي ادش لكم على تيمز هذا هذا انت عدل اوكي attached upload from my computer 2016 وينهم HW 2016 هذا بارت 1 وهذا بارت 2 وهذا open upload file أعتقد أنهم طلعوا عندكم الحين عدل؟ أوكي إنزين ها في بعد أي سؤال؟ يلا هذا الطلب الأخير لكم في آخر محاضرة لكم ها تبون شيء؟ ذكرتوني بالأفلام المصرية قبل حكم الإعدام يسألون المتهم عاوز حاجة؟ نفسك في حاجة؟
قبل الفاينل نفسكم في حاجه؟ هلا شلون عادي احط لكم هذا السؤال؟ شنو الامتحان يعني طريقه حله وايد اسهل من النوبات اللي كنا ناخذ؟ كلهم نفس الشيء؟ لا مو نفس الشيء والله، كلهم مختصر وايد. والله كلهم نفس الشيء، والله كلهم نفس الشيء، والله كلهم نفس الشيء. انت الحين يمكن شويه نفسيتك اليوم زينه ومتريقه وهذا ففهمتيها. الحين ردي حق المسائل اللي كنتي كرهتها راح تقولين اوكي نفس الشيء. يمكن نفس الخطوات، ما سوينا شيء. هو صح نفس الخطوات بس طريقه الكتابه اسهل. هذاك لا ياخذ صفحه ونص. سيم هني شنو خذينا صفحتين؟ ايش فيك؟ صفحتين خذينا. نفس الشيء، سيم صدقوني سيم ما سوينا شيء ترى، سيم. أنت تعودتي اليوم متريقة، ناوي اليوم تفهمين، فغير صاير الوضع عندك. إنزين نبي نحل مسألة وبعدها ندش نور يعني نحاول نسوي تمرين شلون راح تمتحنون. أول شيء منو عندها مشكلة إن ما عندها كمبيوتر نهائياً؟ يعني لا أخوها عنده كمبيوتر ولا أختها ولا أي أحد، يعني ما تقدر تدبر كمبيوتر. منو؟ أوكي يعني تقدرون تدبرون كمبيوتر حق هذا. طبعا باكر شلون ماك اللي أنا فهمته أمس من هذا مال ويندوز، أنت منزل عليه برنامج اللي هو مال ويندوز الماك يسمونه بارلل أو شيء كذي. ان شاء الله يعني احنا نتمنى ان ما اذا انت واجهتش مشكله بالصور خلاص يعني يمكن انت اي بس ما ادري انا ما اضمن لك يا شلون بالفاينل. اذا انت بالايباد ما عندك اي مشكله صارت صح؟ كل شيء كان اوكي. زين بس بنات وقت الامتحان وليرحم والده والديكم حطوا يعني انت عندك كمبيوتر حطي لك كمبيوتر يما ايباد، حطي لك مثلا ايبادك يم كمبيوتر احتياط لا قدر الله صار اي شيء يمك الثاني. لان امس سالناهم سؤال لو الطالب بنص الامتحان صارت له اي مشكله، انقطع النت، انقطعت الكهرباء، صار ما ادري شنو الحل؟ قال صفر ودور ثاني. ومتشددين جدا في هذا الموضوع، جدا متشددين. واضح؟ فرحم والديكم ما امتناعا لوجود مفاجآت تيلنا اثناء الامتحان حطي لي شغلتين. والامتحان ما راح اقدر امدد دقيقه واحده، وانتم شايفين الموضوع هذا دقيقه واحده ما اقدر امدد. ليش؟ لان الكمبيوتر هو اللي يفتح واللي يسكر. بالاضافه ان في ناس راح تدش معانا الطالع الامتحان معانا طالع يعني الجو العام، يعني في مراقبين علينا وكل شيء، حتى لو انا مو مسجله هم مسجلينه. انتبهوا لا انت تحطينه يمك عشان لا قدر الله. طبعا اول شيء تليفون لا تدشين فيه، انا هذه نصيحه مني لكم وبالكوزات شفتوها وشنو صار فيكم. التليفون واخري عنه، التليفون واخري عنه، التليفون تحطينه كاحتياط لا قدر الله. وقف معاك الكمبيوتر وقف هذا ادش احل اللي اقدر احله اوكي ممكن، بس انك تعتمدين عليه هو لا. أنا أقولك مع السلامة انتهى موضوعك، فانتبهي حق النقطة هذه وارحم والده والدك. بالإضافة إلى أن المادة الثانية الديجيتال أنتوا شايفين بالعملي راح يكون في جزء اختبار عملي وفي اختبار نظري. أنا أقول لكم اختبار العملي راح يكون عن طريق هذا البرنامج لوجيكلي أو ديجيتلي. هذا لا هذا ممكن نحطه بوقت ثاني عادي.
يعني انتم ما شاء الله 20، لو كل وحده بعطيها مثل ساعه انا ما شاء الله احتاج يوم بروحه. فممكن يعني حتى نمتحن قبل الامتحان، يعني انا ببالي مثلا بالديجيتال يمكن الاسبوع الجاي، الاسبوع الجاي ناخذ محاضره مراجعه، المحاضره اللي بعدها لا مو مراجعه اللي هي تكون يوم الخميس الاسبوع، مو هذا الخميس، الخميس الجاي اخلي يعني الامتحان الفاني عليه 30 درجه بنات، لو خليت انا العملي عليه مثلا خلينا نقول 8 درجات ونمتحن الخميس الجاي مو هذا اللي بعده 8 درجات، اقول لك خلاص على انت جبتي مثلا 8 من 8، نوف انت جبتي 7.5 من 8، الاسبوع اللي بعده تدشين الامتحان الفاينل انت مو ب 30 22 درجه عندك، تمتحنين فيهم اجمعهم على بعض ينرصد. واضحه؟ يعني الامتحان نفسه نخليك على أكثر من يوم، جزء اللي هو عشان تجارب ما تجارب، لأن التجارب أنتم مثل ما أنتم عارفين. زين عشان التجارب شنو محتاجين؟ يشتغل بالتليفون؟ لا لابتوب. زين جيت لي وقت الحين أنا أقول لكم، والحين راح أقول لكم إياها، يعني باكر وقت مو أنتم باكر عندكم ديجيتال، إيه باكر وقت الديجيتال راح أحدد موعد الامتحان وحط كل واحدة تاريخ وتوقيتها. خلينا نقول مثلا آلاء انت مثلا خلينا نقول يوم الخميس الساعة 8 الصبح دشت آلاء، قلت لها يلا آلاء بعطيك تحكم عشان تسوين التجربة بكمبيوتري، قالت والله انا تليفون ما عندي كمبيوتر، خلاص رائع صفر صفر ما خلاص، يعني عطني وقت ثاني عطني بعد شوية ما في، يعني انتوا 20 لو كل واحدة اعطيها ثلث ساعة انا محتاج 200 دقيقة، يعني ثلاث ساعات وشي عشان بس امتحنكم، فما عندي وقت، فليرحم والده والديكم مين خالف، انا ما بأكلف عليكم، ما اقولش اشتري كمبيوتر لا، شوفي لك اي كمبيوتر بس هالاسبوعين هذول، اخوك ولد اخوك اختك ايا كان اي كمبيوتر، يعني ما اعتقد ان الكمبيوتر لازم تكون مواصفات عاليه ولا شيء، اي كمبيوتر وسوي في الامتحانات والسلام عليكم السلام، اريح لك احسن لك. واضح؟ انزين نرد مرة ثانية حق موضوعنا، أنا عشان بس ليطمئن قلبي إن أنا سويت اللي علي هالكورس هذا، نفس الدائرة راح أعطيكم إياها ولكن راح أغير شغلة واحدة، شنو هي؟ راح بدال الملف راح أحط شنو؟ كباستر. كم هني كان؟ 10 فولت، هني 4 فولت، هني 10 أوم. 10 وهني؟ هني 4 أوم. خلينا نقول هني الفاراد عندي خلينا نقول 0.1 فاراد سي، 0.1 فاراد الفي اوت. لا حول ولا قوة بالله، خلينا نقول 3 فولت. زين بنات سؤال، لو جيت خلينا نقول بالامتحان الفاينل عشان بس بوريكم خطوة واحدة بسيطة شلون تفرق بينكم بالحلول، لو جيت نموذج A هذا نموذج B نفس المسألة بس الفي اوت مو هني حطيته هني، يفرق بالحل ولا ما يفرق؟ راح يغير الحل، فدير بالكم يعني بالفاينل ادري بينكم راح تصير في مساعدات، اي شنو صاير شنو عندك شنو هذا، يعني لازم تصيرون اذكياء في الغش. اوكي انتوا تقدرون ما تقدرون، انتوا اذا ما تساعدون بعض تحوشكم حساسيه. انزين يلا ايش راح نسوي؟ ايوه ابيكم كذي ترتيب الحل، اول خطوه اعاده رسم الدائره. انزين طبعا ما عندي مشاكل هني ولا عندي مشاكل هني، مشكلتي هني صح؟ انزين وانا ادري ان الكباستر راح اسويه بالشكل هذا، صح ولا مو صح؟ صح.
انزين وادري ان الكباستر الفولت ماله عكس التيار. شوفوا هني مع التيار، هني عكس التيار. اوكي يلا، هني معناه ان هذا الجزء راح يصير عبارة عن اكس سي، سميناها الواحد على اس سي، والفولت هو في اوت، في سوري في انيشال على اس، صح؟ يلا إعادة الرسم. هذه البطارية مثل ما هي، وهذه المقاومة مثل ما هي، وهذه المقاومة مثل ما هي، وهذا الفي اوت حد الحين ماكو شيء جديد، وهذه البطارية مثل ما هي. ني هني اول شيء نحط الملف. كم قيمة الملف؟ كهو اللي هو شنو؟ واحد على 0.1 اس. ليش حطيت انا 0.1؟ لان 0.1 لما يصير تحت بالمقام كسر هو، صح؟ يعني واحد على 10، فالعشرة تصعد فوق فيصير 10 على اس. ما فهمتوها؟ ادري ما فهمتوها. انا اعرفكم لما تجي تنحون شويه اعرفكم. واحد على 0.1 اس، صح مو صح؟ هذه معناها واحد على 1/10 اس، صح مو صح؟ اي 10 مقام المقام بسط. حتى انت جربي بالاله الحاسبه كتبي 1 × 0.1 حيطلع لك 10. سبحان الله، صح؟ ها اللي قاعد طقطق بالآلة الحاسبة، صح ولا مو صح؟ اوكي انزين. وعندنا الحين البطارية، هذه البطارية قيمة البطارية سهلة، هي 3 على اس. بس وين الموجب وين السالب؟ يعني شنو عكس؟ احنا هني لما كنا نمشي كنا نقول هني اي 1 ونمشي نقول هني اي 2. انا قاعد اقول هو عكس التيار. عكس التيار يعني وين؟ يعني اليمين. شنو اليمين؟ اليمين راح يصير سالب. صح، شغلكم صح. 3 على اس. انزين من لها لهذه المساله يحلها معاي؟ يلا ترى مليت من كثر ما أنا أحل. يلا سالب أنا ما راح أتكلم. سالب 10 زائد 4 I1 تمام، ناقص 4 I2 تمام، زائد 10 I1 متفقين. من هو اللي قاعد تتحكى؟ نوف. في أحد يعني يقول نوف شغلها غلط؟ لا. انزين انزين يلا عدلوا لي نوف الحين، ابي غير نوف، المايك عند احد ثاني غير نوف. يلا اشرح لنا. يلا غير اماني. اماني اماني انا بسكتش ميوت، لان خلاص انت ما شاء الله 5 أسابيع قاعده تغردين. حط الثاني المساكين اللي ما حصلوا شيء بالدرجات، خلنا نعطيهم درجات. يلا صمون بوكمون وينكم؟ يلا جاوبوا. عند احد مانعك سحبين المايك من عندك تحكي. يلا شو اسمك اول شيء؟ يلا زينب. زينب انت هم تتحكي زينه انت. يلا 14 اي 1 زائد 10 يساوي 10، يعني موجب، يعني هذه المعادله الاولى. انزين غير زينب، غير جمانه، غير نوف، غير اماني، ابي احد يغرد المعادله الثانيه. من وين نبلش؟
منو انت اول شيء؟ بدور بلشي بالمكان اللي انت تبينه من الاربعة. كيفك يحقلك؟ موجب اربعة. موجب اربعة. اربعة شنو؟ والله بدور صح وانتو قاعد تغلطونها. والله بدور صح وانتو قاعد تغلطونها. بدور بدور استمري استمري استمري. هذول هذا صاروا مثل الوسواس الخناس يغلطونك هذول. ها صح. وبعدين طبعا بدور بلشت من هني يعني معنات الكلام هذا. ايه وبعدين من اللي مو قاعد تشوف؟ عشان لا تقولين فقع صارت شكبرها. طبعا انت قاعد تشوفين بالتليفون عشان شي ما قاعد تشوفين. ايه ايه بين عشرة شنو؟ عشرة شنو؟ على اس اي تمام. منو اللي قاعد تجاوب معه بدور؟ منو هذه؟ خلينا نخصم منها درجة. مريم راح اخصم منك درجة. خليك انت بعدك بعدها انت زين. بعدين موجب أربعة. كل هذا يساوي تمام بدور. زين زين جود جوب. زين وينك من زمان ما تتحكين؟ ساكتة خانسة ليش؟ زين هذه الثانية اللي قاعد تبي تجاوب. يلا جاوبي الحين. الثانية الحين سكتت. يلا الحين نجمع المتشابهين. منو عندي اي 1؟ في احد معاه ولا مسكين بروحه؟ اي 1 زين. يلا بدور كملي الحين. اي 2 ايش راح يصير؟ أول شيء أحط الإشارة زائد ولا ناقص؟ زائد. زائد تمام. أفتح قوس شحط. لا دائما أول شيء حطوا الأس اللي فيه أس حطوا أول شيء. عشرة على أس زائد أربعة أتذكر القوس آي تو. بعدين عندنا ثلاثة على أس. ثلاثة على أس ولا سالب؟ سالب ثلاثة على أس. هذه المعادلة الثانية. بنات شفتوا الحين إحنا وصلنا لهذا؟ أنا كناصر نستانس. ليش؟ أنا لهني خلص شغلي كمهندس كهرباء وإلكترونيات. أنا هني خلصت. ما أسمع شنو؟ إذا حليت بالفاينل كذي لوب وان لوب تو طلعتهم كم آخذ الدرجة؟ ربع الدرجة. بس ربع؟ إيه بس وايد بعد. هذا بعد إذا ما خسفت زيادة فيك. أوكي. ما أدري بس يعني وايد يعني أكيد وايد يعني. ومن قال مسألة واحدة؟ دكتور يعني متى يبدينا نحن في هذا؟ مسألتين كباستر كباستر وملف ووحدة تكون الانيشال صفر والثانية تكون الانيشال فيها رقم. لازم ها؟ والله يشابونهم خواتهم. خواتهم نفس سيم سيم نفس الشكل سيم 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 سيم. دكتور واحدة مسألة واحدة وايد كافية. صح استاذ ولا واحدة كافية؟ واحدة كباستر واحدة. لا عند ملف لا انت راح تحلون بيدينكم كذي ابلود. اوكي زين زين. يلا الحين اهم نقطه لا ننساها احنا ايش نبي نطلع بنات؟ نبي نطلع. لا ما نبي نطلع اي 1 احنا نبي نطلع الفولت.
وزين الفولت 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 شو يساوي الفولت؟ انا هذا هذا انتم ما تحبون هذا انتم ما تحبون اللون الاي اي اي 1 ولا 2 العشرة هي العشرة صح؟ عشرة ضرب اي 1 صح ولا مو صح؟ يعني انا لو قدرت اطلع الاي 1 استانس انا. انزين خلي هذا قدامنا ونحاول نحل. عشان اطلع الاي 1 لازم اول شيء اطلع منه صح. هذه المعلومه قلتها وعبيكم هذا تحطونها ببالكم. يلا اول شيء استخدم المعادله الاصغر. يعني في واحد يقول زين نطلع الاي 2 من هني ولا من هني؟ دائما المعادله الاصغر اللي تحسينها ارقامها شويه مترتبه ما فيها اس وايد ما فيها هذا هي اللي تروحين لها. بس اذا رحتي حق الثانيه مو معنى غلط، لا عادي صح، بس كترتيب كسهوله تصير عليك اكثر بالرياضيات. اني حق اللي هني 14 اي 1 ناقص 4 اي 2 تساوي 10. غير بدور وغير اماني وغير جمانه وغير نوف وغير شو اسمها بعد زينب عدل. ابي احد يتكلم غير هالخمسه هذول. نقسم على اثنين. منو انتي؟ دانا. دانا وليد ولا دانا علي؟ دانا علي. لا دانا علي انت تتحكين وايد وايد تجاوبين وايد درجتك هذا. لا ابي ابي الفقاره اللي عمر ما تتكلموا كلش. منو؟ ابي الفقاره عشان نعطيهم فرصه. غير تقول انت ليش اسمك انت؟ لا لا انت 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 مو فقاره. ايه ابي ناس ما سمعتهم. في ناس ما سمعتهم نهائيا. الحين اخر شيء يقولون ترى المايك كان خربان. الحين يقولوا لي منو انت؟ مريم عبد العزيز. انت ايه من الناس اللي نبي نسمع صوتك؟ ايه يلا مريم عبد العزيز يلا. اوكي طبعا انت يعني انت يعني خذيتي عامل مشترك. ايه اوكي قسمت على اثنين فصار عندي 7 اي 1 ناقص 2 اي 2 يساوي 5. انزين يلا كملي. يلا اللي بعده. اودي الاي 2 ولا الاي 1؟ ليش انت شو دم تطلع؟ قبل شويه تكلمت وحده من خواتك قالت انا بطلع الاي 2 فانا اودي هني الاي 2 ولا الاي 1؟ الاي 1. اي 1 تمام. يلا هذه 5 اودي احطيها منو؟ 7 اي 1 بالسالب. ويبقى معي هني شنو؟ تمام. ايش راح تسوي الحين؟ لا ما يصير السالب 2 تودينا الجهه الثانيه. لو كان بينها وبين الاي 2 جمع، بس هي مو جمع هي ضرب. اذا هني مضروبه تروح هناك شنو؟ زين السالب ايش راح يسوي للبنات؟ السالب السالب راح يقلب الاشارات اللي موجوده فوق. يعني راح يصير 7 اي 1 ناقص 5 على 2. اتشاهي هذا الاي 2. شكرا مريم عبد العزيز. اعطي المايك حق وحده ثانيه ما سمعنا صوتها قبل 5 اسابيع. منو؟ يلا منو؟ شوفوا ما يبون يتحجون. ناس ما شاركت 5 اسابيع. لا تخلوني اقسم ان ما راح اعطي ناس صفر. راح اعطي ناس صفر. كل المحاضرات الحمد لله مسجله. مو معناه ان تكلمتي مره
أو مرتين تاخذين فول مارك. بس أنا هذا بقوله. بنات اللي تبي تتحكى تتحكى، يلا المغردات اللي كل يوم ما شاء الله أماني وجمانة ولولولولك، يلا عطوا خلاص إحنا عطيناهم فرصة بما في الكفاية ما يبي يتحكون خلاص. الظاهر يبون أصفر. كملوا أنتوا يلا يلا آلاء. الحين شو نسميها؟ أيوة يا ويلكم إن قلتوا لا تقولين هالكلمة هذه، أخصم على الدرجات ترى. سبتيتيوشن فضحتونا. يلا الحين نحط المعادلة هذه. الحين هذه المعادلة الثانية، نبي ندخل هذه داخل هذه. شنو نسوي أول شيء؟ تبي ترتبين هذه يعني ولا شنو؟ احنا مرتبة يعني، هذه ترى مرتبة، هذه مرتبة ترى. زين خلينا نكتبها مرة ثانية. ناقص 4i1 زائد 10 على s زائد 4i2 بحط قوس يساوي سالب 3 على s ناقص 4. في ناس خلنا أقول لكم شغلة، في ناس يعني وأنا من الناس هذه أكره أن تكون الأس تحت، تحوشني شيء حساسية ما أحب. شنو حلها؟ أضرب المعادلة كلها بأس، كلها كذي أدمرها كلها، يعني لهني ولهني أضربهم في أس. ضربي هذا كله في اس، يلا تصير سالب 4 اس اي 1 زائد الحين الاس راح يدش داخل القوس، الاس الجديد اللي انا بضربه راح يدش داخل القوس، فهذا 10 اس على اس، اس مع اس راح يصير فيها تصير 10 بس تروح، والاس راح تنضرب في الأربعة تصير 4 اس. طبعا هذا القوس خله هو الاي 2 ما راح لانه هو ينضرب مره واحده، ما اضرب داخل اس، انتبهوا بنات ما اضرب هنا داخل اس، هو اس ينضرب مره واحده هني راح ينضرب في اس يصير سالب 3 اس على اس يروحون، وهني ناقص 4 اس. الشكل شوي صار اريح صح؟ نفسيا انت ارتحتوا، نفسيا ارتحتوا. انزين تعالوا نحط الحين هني 7i1 على 2 ناقص 5. حتى توني الاثنين ساعات يعني ما تحبون الكسور، خلاص انت اذا على رقم خلاص قسمي، يعني 3.5i1 ناقص 2.5 في مشكلة؟ أو إذا تبي تحطينه على اثنينه صح، ما أقول هذا يعني شيء تحلينه صح، شيء تحلينه أيضا صح، ما في مشكلة. أوكي تبي تحطيه خلاص حطيها كذي. أنا آسف كذي. أوكي يلا زين. الحين كل المطلوب من عندي اني افك الاقواس وارتب الشكل. وين عندي اقواس؟ انا ما عندي اقواس الا هني. يلا يعني هذه العشرة. زين في حركة حلوة لو تسوينها الحين والبنات راح يدعوا لك. منو؟ شنو هي؟ في حركة ما أقولش غلط صح، بس في حركة حلوة الحين تقدرين تسوينها. صح. ليش؟ الحين أنا عندي هني 10 وهني 4 صح ولا مو صح؟ أقدر أطلع منهم عامل مشترك 2؟
راح يصير سالب 4S I1 زائد بطلع 2 يصير هني 5 وهني 2 S صح ولا مو صح؟ زين وهني 7 I1 ناقص 5 على 2 يساوي سالب 3 سالب 4 S صح؟ زين هذا الاثنين والاثنين هذا ما يطيرون؟ افتكيت 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 من شكل ما احبه. يلا يلا معي سالب 4 S I1 الحين ايش راح اسوي بنات؟ هذا اضربه هني وهذا اضربه هني اخلص وهذه اضربه هني وهذه اضربه هني. يلا شطار رياضيات عباقرة الرياضيات ايش راح نسوي الحين؟ 5 ضرب 7 بنات راح اكررها ما راح اكررها ابي الكل يرفع ايده راح اعد للعشرة اللي ما يرفع ايده راح اسجل غياب دانا علي وينك دانا علي وينك 15 دانا علي مو معنا اوكي هذا لازم شيء كبسات فجائيه على اساس نطالع منه معنا انزين 5 في 7 35 اي 1 بالضبط و5 ضرب سالب 5 24 شلون هذه 25 انزين 2 اس ضرب 7 اي أربعة عشر S I one S S بنات لا تنسون الS زين واثنين S ضرب سالب 5 تمام هني سالب 3 سالب 4 S الحين بنات كل المطلوب اللي عندكم اللي فيهم I بصوب واللي ما فيهم I الجهة الثانية بحط هني يساوي طبعا احنا ندري هني في سالب 3 وسالب 4 اس بالاساس صح الحين هذه الظل وهذه الظل وهذه الظل والباقي تسفير 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 يلا تسفير تسفير 25 تصير موجب زين من راح يبقى هذول انزين اللي راح يبقون عندكم نوعين نوع في اس ونوع ما في اس صح بالضبط هني سالب 4 وهني 14 كم يصير 10 سالب 4 عندك 14 دينار ومطلوبة 4 دنانير كم اللي باقي عندك 10 مو 18 بنات أي وحدة فيك راح تشتغل في بنك تقول لي أي بنك وأي فرع عشان أفتح حسابي عندها لأن يا واحد من الثنتين يا تفلسني يا راح تغلط وتحط لي ملايين زين وال 35 مسكينة قاعدة بروحها ما عندها أحد زين تعالوا الجهة الثانية نوع في S ونوع بدون S هني 10 S وهني ناقص 4 كم يصير كله 6 S 25 وناقص 3 22 انزين وعندي هني طلع تقدر نقدر نطلع عامل مشترك اسمه I
هذا اي ها وصح كلامك عدل وخمسة في خمسة بس أنا بطلع آي بس عشرة S زائد 35 مو غلط اللي أنت قلتيه خمسة 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 آي أو آن مو غلط هذا صح إنزين القوس هذا شو تي الجهة الثانية شو يصير يصير قسمة عشرة S زائد 35 ومنو فوق ستة S زائد 22 خلصنا حل؟ لا بالضبط تذكرون قبل شوية شن قلنا؟ ال V out يساوي 10 I1 هني راح أحط تكملة هني لأن هي خلص سطر واحد الحين باقي بس V out تساوي 10 ضرب 6 S زائد 22 على 10 S زائد 35 صح؟ ايش راح يساوي؟ العشرة تنضرب بالفوق 60 S زائد 220 على 10 S زائد 35 وكفى الله المؤمنين شر القتال ايش رايكم؟ انتم مو تحسون الحين هو نفس الحل اللي قبل الحين لو تشوفون الحل مع المحاضرات اللي قبل راح تقول اوكي صح بس قبل كنتوا بالجديد عليكم الموضوع وكنا قاعدين نحاول نشرح يمين وهذا الحين ترتب صار عندكم خبره اكثر ومني على الفاينل راح تحلون بيديكم اليسار بعد ما تحلون باليمين تحلون باليسار اتشاهي بنات شابتر 2 شغلة واحدة بس شفتي هذا شفتي هذا أقول لك الفي إنيشال صفر يعني حتى لما أنت تين الفي إنيشال صفر خلنا نقول أنت خلاص كله تحلين على شابتر 3 إزاي أوكي قلت لك صفر كم قيمة الفي مات البطارية الجديدة اللي تحطينها صفر على S شنو يعني صفر إزاي صفر شو راح أرسمها واير حتى لو رسمتيها حتى لو رسمتيها وحطيتي صفر ايش راح يطلع لك هنا بالمعادله 10 اي اس اي 2 زائد صفر زائد 4 زين زائد صفر شنو يعني زائد صفر فالطريقه هذه مالت شبت الثلاثه هي الطريقه الشامله قلنا اوكي تبون لو اوراق اصورها لكم بعد وادزها لكم ولا نخليها باليوتيوب لا انا قلت ليش ما بصورها لان البنات لما يشوفون هذه الحين شو راح يقول شلون من هني صار كذي صح اي راح اوه في غلط الله اكبر عليه حسبي الله عليه عقدنا لا عادي ما يدرون ان حلينا هني انت الحين متوقع لكل الطلبه يعني الحين ال15 او 16 الموجودين كلهم صاحين يعني ترى فينا عاد ناس طاقه ميوت وشخري اي سؤال بنات بنات ويرحم والده والدك والله انا شوف البنين رصت لهم الدرجات خلصت البنات انتوا ما رصت لكم ليش قاعد اقول لحد اخر لحظه يمكن وحده تتحكى يمكن ازيدها درجات في بنات رصتهم الدرجات انا اقول لكم اياها اماني جبانه نوف وايد اسماء انا رصت الدرجات خلاص هذول ما عليهم خوف بس في ناس انا يلا اقول منو هذه اقراها كاسم بس ما سمعتها اشيك اطالع انا دائما عندي ورقه على فكره يعني عشان تشوفون انا ها شوف كل اوراق وكل ملاحظات ها كل ملاحظات فانا لما احد يتحكى ويسولف ترى احط زينب بلس 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 هذا بلس فلان بلس فلان بلس فلان بلس بلس آخر شيء أي أحط يعني كل أسبوع أقعد أحط منو عليه ملاحظات إيجابية سلبية أنا ما أحط سلبية بس أحط إيجابية كيت 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 في ما شاء الله ناس يعني خلاص أنا كرهت أني أحط عليها يمها بلس
كرهت كرهت خذوا الدرجات كلها يبون بونس بعد الحين مني يمكن. وفي ناس خلنا نسكر تسجيل عشان بس بقول فيه كلمتين قرقعون بقلبي.